السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر رضا البيومي من قناه انجليزي اونلاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الاول الاعدادي. في فيديو النهارده باذن الله هبدا معاكم اولى حلقات شرح كتاب جيم الرائع لمنهجنا الجديد منهج 2025. واول يونت معانا في منهجنا هي بعنوان A Great Summer. A Great Summer يعني الصيف الرائع. يلا بينا كده نشوف محتوى فيديو النهارده. محتوى فيديو النهارده هيكون باذن الله عباره عن شرح لي lessons 1 and 2. هنشرح الدرس الاول والثاني بالكامل، هقرا لك الكلمات كلها وكمان هوضح لك وهنقرا مع بعض الدروس وهشرح لك كل حاجه فيها. وكمان في جزء مهم جدا في نهايه الفيديو هشرح لك فيه الماضي البسيط. من خلال شرح الماضي البسيط اللي قدمه لك بشكل رائع ده تقدر تحل باذن الله اي سؤال عن الماضي البسيط مهما كان صعب. قبل ما نبدا كده قراءه الكلمات باكد بس عليك بعض الحاجات. لو انت عاوز حل الاسئله الخاصه بالدرس الاول والثاني من كتاب جيم النسخه الجديده ديت هتلاقي ساب لك لينك ومتابعه الفيديو ده في اول تعليق اسفل الفيديو. ولو محتاج تشتغل معايا اونلاين تقدر تشتغل معايا اونلاين عن طريق انت تتواصل معايا وتحجز معايا على رقم الواتساب 010 12 900 120. وما تنساش كده يا بطل ان انت تشجعنا باللايك والتعليق والاشتراك المجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول باول اول ما نرفعها باذن الله على طول. هنبدا كده بقى الاول. واول حاجه بيقدمها لنا كتاب جيم هو ان هو جامع لي كل الكلمات الاساسيه والمهمه جدا في جدول واحد. تعالى كده يلا نشوف نطقها. اول حاجه عندنا adult 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 اللي هي معناها ايه؟ بالغ. هتقولي ده انا اوقات بسمع adult adult adult. هقول لك صح، انت ممكن تنطقها كده وممكن تنطقها كده. طيب ركز بقى معايا في النقطه اللي جايه ديت عشان هنوضحها تحت كمان شويه. هو ان في بعض الكلمات بتلاقي جنبها حرف الان، والان ديت بتشير يا اولاد الى كلمه ناون، وناون دي شطار يعني اسم. خلاص كده، يبقى لما تلاقي في حرف الان يبقى دي بتشير لكلمه ايه؟ ناون، يعني بيقول لك ان الكلمه ديت اسم. كمان بيقول لك ان هي ممكن تستخدم كان ادجكتيف كصفه، ودي الاختصار بتاع كلمه ايه؟ ادجكتيف اللي هي الصفه. طبعا كماله الكلمه بالشكل ده كده، يبقى بيقول لك ان الكلمه دي تنفع اسم وتنفع صفه. يبقى تاني adult adult. اوكي طيب بعد كده عندنا الاي اي هي اختصار لكلمتين. الاي اختصار لكلمه اسمها artificial artificial artificial، فخدنا هنا حرف الاي. وديت intelligence اللي هو الذكاء، فخدنا حرف الاي. يبقى artificial intelligence الذكاء الاصطناعي اختصارها AI. اوكي artificial intelligence artificial intelligence. طيب بعد كده عندنا chocolate bar wrapper، وهنا الدبليو سايلنت، يبقى اقولها ازاي؟ wrapper. يبقى chocolate bar wrapper اللي هي معناها غلاف قطعه الشوكولاته. chocolate bar wrapper. طيب بعد كده عندنا community 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 community. وي كوميونتي يعني مجتمع، عشان لما تيجي تقول مثلا كوميونتي جاردن اللي هي الحديقه المجتمعيه كوميونتي. بعد كده imagine 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 يعني يتخيل. leader leader leader، والليدر ده القائد. طيب لو انا شلت منها الاي ار هتبقى كلمه lead، وليد ديت كفعل بمعنى يقود. اوكي يبقى lead يقود، لكن leader ده القائد. member 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 زي مثلا family members اللي هي افراد العائله. member mention 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 mention. neighbor طبعا اكيد كلنا عارفينها وشفناها كتير جدا وعارفين ان الجي اتش فيها سايلنت. neighbor 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 neighbor. notice، وكلمه هنا notice معناها يلاحظ. notice 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 notice. partner partner partner، والبارتنر اللي هو شريكك او زميلك. بارتنر. ريسايكلينج سنتر، ريسايكلينج دي لوحدها بس اعاده اللي هو التدوير، سنتر ده المركز. يبقى تاني ريسايكلينج سنتر ريسايكلينج سنتر. سوفت وير سوفت وير، والسوفت وير اللي هي البرمجيات او البرامج، يعني تشير هنا البرامج مثلا اللي هي بتاعت الكمبيوتر او برامج الموبايل. سوفت وير. سترينج تاني سترينج سترينج strange strange يود معناها غريب. strange. talented يعني موهوب. talented talented talented. tiring 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 ودي معناها يا اولاد شيء متعب او مرهق، لكن لو انت اللي حاسس بالارهاق هيبقى اخرها اي دي فتبقى tired.
يبقى tired معناها يشعر بالإرهاق، أنا اللي مرهق. لكن tiring بوصف شغلتي مثلا إنها شغلانة مرهقة ومتعبة. طيب tournament، tournament الكلمة دي مهمة جدا، tournament يعني بطولة، tournament 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 tournament. طيب vacation، vacation 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 اللي هي الأجازة. volunteer 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 اللي هو المتطوع أو يتطوع، يعني تنفع verb بمعنى يتطوع وتنفع noun اسم بمعنى متطوع. workshop 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 اللي هي ورشة العمل. ده أولاد الأهم أهم أهم الكلمات اللي هي بنقول عليها الكي vocabulary، يعني الكلمات والمفردات الرئيسية والأساسية. تعالى يلا كده نشوف باقي الكلمات. بعد كده هنا بيقدم لنا اللي هي الاديشنال فوكابولري، الكلمات الاضافيه، وطبعا دي برضو بتبقى كلمات مهمه ولكن بيبقى فيها جزء كبير جدا مر علينا قبل كده. اول جزء كده واول كلمه عندنا اللي هي الحروف الابجديه الفابت. شوف بقولها ازاي، الفابت يعني انت عندك البي اتش هنا بتتنطق الفابت 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 الفابت. طيب amazing 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 amazing، وهنا لما توصف حاجة ان هي حاجة مدهشة ومذهلة، لكن لو انت اللي مندهش وانت اللي حاسس بالصفة يبقى انا هحط هنا ed بدل ال ing فتبقى amazed. يبقى هنا amazed معناها مندهش، لكن amazing معناها شيء مدهش. اوكي area 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 area. blog post blog post blog post. بعد كده can can can. اذا هتقول لي هي مش كان معناها يستطيع، هقول لك لا، ما انا ممكن استخدمها كاسم بمعنى علبه صفيح زي الكانز بتاع البيبسي. اوكي can can. بعد كده عندنا check 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 اللي معناها يفحص او يراجع. check حتى لما اقول لك راجع اجابتك اقول لك ايه، check your answer. community garden community garden community garden community garden. وحاول كده يا بطل تردد ورايا الكلمات، ردد ورايا الكلمات. community garden. coach 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 اللي هو اكيد المدرب. specially 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 يعني تاخد بالك كده ان هنا السي اي هنا بتتنطق ش، يبقى اقولها specially specially. بعد كده excited 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 excited. بعد كده عندنا حاجه اسمها forum post forum post forum post forum post forum post forum post اللي معناه منشور في منتدى. join 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 يعني ينضم ويلتحق به. kick kick local group local group. meeting meeting meeting. mistake mistake mistake. player player. project project. post post. repeat repeat repeat. sound sound. وهنا sound يقصد به صوت اي شيء، لكن صوت البني ادم الصوت البشري اسمه voice. يبقى في فرق، ده صوت اي شيء لكن صوت البشر اسمه voice. sports club sports club sports club. team team. technology 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 technology. بعد كده هنا كتاب جيم بيقدم لنا مجموعه من الاسئله على الكلمات اللي مرت علينا فوق، سواء الكلمات الاساسيه او الكلمات الاضافيه. نمبر 1 كده بيقول لنا ده ايه، always gives me some advice during the game، يعني دايما بيعطيني بعض النصائح او النصيحه اثناء المباراه. ده مين ده اللي بيعمل كده؟ اكيد ده المدرب اللي هو الكوتش. my dad didn't that I got my haircut. يبقى بيقول لي ان والدي لم يلاحظ ان انا حلقت شعري. يبقى لم يلاحظ يعني ايه، وكلمه يلاحظ يعني notice. every a of the group has a role to do، وكلمه role معناها دور، يعني عاوز يقول لك ان كل عضو فرد في المجموعه له دور يفعله، وعضو او فرد يعني member. لكن كلمه imagine معناها يتخيل.
بعد كده كتاب جيم هنا بيقدم لنا مجموعة من اللانجوج اكسبريشنز اللي اتقابلنا في دروس القراءة والاستماع. وتعالى كده نشوف اول حاجة مثلا كلمة ايه collect وكلمة ايه pick up. الاتنين معناهم يجمع، وبقول ان الاتنين ممكن اجيبهم مع كلمة letter، وكلمة letter اللي هي معناها القمامة. وممكن انطق هنا التي تي، ممكن انطق ده سريعة ودي في اللهجة الامريكية، فاقولها ازاي؟ letter 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 leather، اوكي، ودي معناها برضو قمامه، يا اما تنطق ت يا اما تنطق ايه ده خفيفه. يبقى collect letter collect letter pick up letter، اوكي. طيب do ممكن اجيبها مع ثلاث كلمات، واللي ممكن تقول مثلا do activities يؤدي انشطه، do activities do activities، او do homework do homework، او do well يعني يؤدي بشكل كويس. طيب try try بمعنى يحاول او يجرب، ولكن لما بجيبها مع my best لما اقول لك I tried my best يعني انا بذلت اقصى جهدي، يبقى try my best. take part in بيجي بعدها in، لما اقول لك take part in معناه يشارك في، اقول لك مثلا take part in the competition يعني يشارك في المنافسه، take part in. have بيجي بعدها have fun او have a better life have a better life have a better life. طيب نيجي بعد كده لكلمة make، واللي make تيجي برضو بعدها a poster، make a poster make a poster اللي هو معناه الملصق الإعلاني، أو make changes، وكلمة هنا changes معناها تغييرات، يحدث تغييرات يعمل تغييرات يعني make changes، أو make sure ودي مهمة جدا make sure يعني يتأكد make sure. score مهمة أو ديت بتيجي مع كلمة إيه a goal أو goals لو جمع، يبقى score a goal معناها يحرز هدف، مهمة جدا عشان أصلا عندنا درس بيتكلم عن الموضوع ده. solve a problem solve a problem solve a problem give a helping hand give a helping hand يعني يعطي يد أو يمد يد العون يساعد يعني. بعد كده انا كتاب جيم بيجمع لي حروف الجر مع بعضها في جدول لوحده اللي هو prepositions. عندي مثلا اول حاجه كده بيقول لي at the start of at the start of معناه في بدايه، ده في نهايه يعني at the end of at the end of يعني لو انت عاوز تقول start يبقى انت كده هتقول في بدايه، عاوز تقول نهايه تستخدم كلمه end. طيب clean up معناه ينظف clean up clean up يقرر انا decide to decide to decide to for a while for a while for a while instead of instead of instead of join in join in join in nervous about surprised by help out wait for wait for. بعد كده بقى بيجمع لي مجموعة الأفعال اللي اتقابلنا في دروس القراءة والاستماع، وطبعا بتكون عندنا الأفعال يا إما أفعال منتظمة يا إما أفعال غير منتظمة، لكن هو هنا مجمع لي كل الأفعال الغير منتظمة. والسنة دي يا أولاد على غير العادة كده من السنة اللي فاتت، كنا بناخد السنة اللي فاتت إن الفعل بيبقى تصريفين يا إما مضارع يا الماضي بتاعه، لكن احنا السنة دي هنزود على الفعل كده ان هو هيبقى ليه ثلاث تصريفات، يا اما هيكون present مضارع وده التصريف الاول، يا اما past simple وده الماضي البسيط التصريف الثاني، يا اما past participle وده هنقول عليه التصريف الثالث. يبقى لما اقولك التصريف الثالث او اختصاره PP تفهم على طول ان هو ده. طيب تعالى نشوف اول فعل بقى معانا وتصريفاته الثلاثة ايه. feel felt felt هتقول ده التاني زي التالت يا مصر، هقول لك اه ما هو في بعض الافعال تلاقي التاني زي التالت، وفي افعال على فكره لاحظ دلوقتي ان التلاته زي بعض. يبقى feel felt felt give up gave up given up، والتصريف التالت هيبقى ليه استخدام على فكره في الانجلش، هناخده بقى بعد كده لما ناخد حاجه اسمها المضارع التام وكده والمبني للمجهول هنستخدم في التصريف التالت. يبقى give up gave up given up grow، وهنا اقولها grew مع ضم بق كده grew كانك بتنطق الكلمة أزرق اللي هي blue، فقولها grew وهنا grown. يبقى تاني grow grew grown learn learnt learnt leave left left
set 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 take took taken teach taught taught طبعا الجي اتش هنا سايلنت يبقى منطقة ازاي taught يبقى teach taught taught win one انطقة ازاي رقم واحد one one write طبعا ال w silent يبقى اقول write wrote written شو ازاي written written write wrote written بعد كده بيقدم لي هنا ال words and opposites يعني الكلمة والعكس بتاعها والمضاد بتاعها وكلمة opposite معناها عكس هي هياها لما تقول كلمة antonym يبقى كلمة antonym 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 معناها عكس و opposite برضو معناها عكس عندنا مثلا كلمة empty 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 اللي معناها فاضي فاضي أو فارغ طبعا عكسها full 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 يعني ممتلئ positive 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 اللي معناها إيجابي لكن negative يعني سلبي negative quiet 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 و بتساوي كلمة calm 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 يعني هادئ والال silent يبقى quiet calm لكن عكسهم noisy 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 وهنا معناها ايه صاخب او مزعج طيب بعد كده عندنا possible 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 وده معناها ممكن لكن impossible معناها مستحيل او غير ممكن يعني الاي ام هنا بتدي عكس المعنى possible impossible لما تقول واحد ايه impossible مستحيل safe dangerous safe dangerous young old young old بعد كده بيقدم لنا هنا مجموعة من الأسئلة على الجزء اللي فات ده وقول هنا we need to احنا بنحتاج لإيه changes to the plan احنا محتاجين ان احنا نعمل تغييرات في الخطة طيب نصنع تغييرات في الخطة فكلمة changes هتلاقيها في جدول التعبيرات هتلاقي ان بيجي قبلها الverb make make changes he waited his friend at the park but he didn't come لكنه لم يأتي انتظر صديقه في الحديقة لكنه لم يأتي وهنا كلمة waited بتطبع بحرف الجر ايه bravo for في حاجة اسمها wait for يعني ينتظر من اجل you should wear a helmet اللي هي الخوذة يجب ان ترتدي الخوذة while biking to be وانت راكب الدراجة عشان تبقى في ايه اكيد مش في خطر يبقى عشان تبقى في امان to be safe لكي تكون امنا بعد كده بقول it gets cooler when the sun يعني الجو بيبرد كده وبيبرد لما الشمس ايه لما الشمس بتبدأ تغرب وتغرب يعني ايه يعني sets لكن كلمة طبعا dangerous معنى خطير هيكلمنا هنا على what's AI هيعرفنا يعني ايه هو الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي بقول لك هنا ان الـ AI stands for artificial intelligence يعني الـ AI ديت هي بتشير الى او بترمز الى الذكاء الاصطناعي اللي هي artificial intelligence it means making computers and robots smart يعني ده بيعني ان انت بتجعل ان الكمبيوترز وبتخلي الكمبيوترز والانسان الالي ذكي smart so they can do things that usually need human intelligence عشان يقدروا يعملوا الأشياء اللي هي في العادة بتحتاج إلى الذكاء البشري عشان يعني يحل محل البشر يعني For example على سبيل المثال بقول لك هنا Imagine you have a super smart robot friend يعني بقول لك كده تخيل ان انت عندك صديق انسان آلي يكون ذكي جدا This friend can understand what you say هذا الصديق هيقدر ان هو يفهمك Answer your questions كمان هيجاوب على أسئلتك and even help you do things like homework or play games كمان هيساعدك في القيام بعمل الواجب او لعب بعض الالعاب يعني this smart robot هذا الانسان الالي الذكي is what we call artificial intelligence or AI هو ده اللي احنا بنسميه الذكاء الاصطناعي او بنرمز ليه بالاختصار اللي هو AI في الجزء الثاني هنا بيقول لي types of words يعني بيديني انواع الكلمات وبيديني هنا ثلاث حاجات من او ثلاث انواع من الكلمات اللي ممكن تقابلني في الجمل اول حاجه كده ان الكلمه اللي قدامي ممكن تكون a noun a noun يعني ممكن تكون noun والnoun ده اسم فبقول هنا it refers to a person or thing
الاسم ده ممكن يرمز الى شخص او شيء. Before a noun قبل الاسم كده في الجملة we usually find a, an, or the. يعني في قبل الاسم في الجملة او قبل لاقي قبله او عادة بنلاقي قبله a او an او بنحط قبل الاسم the. زي مثلا كلمتي a coach, زي a garden, زي an area. تمام؟ طيب ده بالنسبة للاسم. لكن الverb, الverb اللي هو الفعل. والit describes an action, يعني بيوصف حدث, بيوصف فعل, بيوصف شيء انت بتعمله وبتفعله. زي مثلا help, زي imagine, زي join, يساعد, يتخيل, يلتحق او ينضم به. طيب الان adjective الصفة, والصفة بيختصرها طبعا هنا النون بنختصرها بحرف الان, والverb بنختصرها بحرف الفي, والadjective بنختصرها بالA, D, J. فبقول لي it describes a noun, الصفة أولاد بتوصف الاسم, بتوصف الاسم. ممكن اوصف شخص, ممكن اوصف شجرة, ممكن اوصف مثلا نبات, ممكن اوصف مادة, المهم ان انا بوصف بيها noun, بوصف بها اسم. زي مثلا كلمة amazing, مذهل ورائع, nervous, عصب او متوتر, tiring, معناها مرهق او متعب. في البارت ده بقى بيختبر اللي انا فهمته من حتة الاسم والفعل والصفة. وقول هنا الكلمة المجدود تحتها خط, حط لي هنا نوعها بين القوسين هنا. بقول لي هنا we live in a house, فكلمة house هنا تبقى اسم ولا فعل ولا صفة؟ طبعا ديت اسم, وبالتالي هنرمز ليها الى او بحرف الان, يا اما تكتب noun كلها يا اما تكتب الايه الان. My brother runs fast, يعني اخويا بيجري بسرعة او بشكل سريع. فكلمة runs هنا, برافو عليك, runs هنا verb, ده فعل بيجري. Hala's dress is beautiful, Hala's dress is beautiful, يعني بقول لك ان الفستان بتاع هالة ده جميل. جميل, يبقى انت بتوصف الفستان هو جميل, يبقى دي الصفة اللي هي an adjective. Number 4 هنا بقول we have a community meeting, we have a community meeting. طبعا كلمة community هنا اللي هو المجتمع, طبعا اللي هو هتكون هنا استخدامها noun. كلمة community يا اولاد يعني مجتمع, وجات على فكرة في الجدول بتاع الكلمات, يبقى دي noun. مستر الموجي is an amazing teacher, is an amazing teacher, يعني هو مدرس رائع ومذهل, يبقى انا بوصفه هنا, يبقى دي بالتالي دي الصفة اللي هي an adjective. I joined the football team, انا انضميت والتحقت بفريق كرة القدم, يبقى join ده فعل ماضي تحديدا, يبقى ده verb, ده فعل. بعد كده هنا كتاب جيم هنا بيقدم لنا اللانجوج نوتس, الملاحظات اللغويه. والملاحظات اللغويه هنا طبعا اول حاجات بتبقى مهمه جدا اولاد, جايه من دروس الريدنج اللي هنشوفها دلوقتي. هنا مدينا كلمه تيتش اللي هو معناها يعلم, بيقول خد بالك بيجي بعدها كلمه هاو, يعني مش اي كلمه استفهام ثانيه, لا هي تيتش هاو تو وبعدها فعل في المصدر بمعنى يعلم كيف ان. يبقى لما اقول لك وي شود تيتش بيبل, يجب ان نعلم الناس هاو تو يوز تكنولوجي, كيف ان يستخدموا التكنولوجيا. يبقى تاني, يبقى teach بيجي بعدها وبعد كده to وفعل في المصدر. طب كلمة using اللي هي معناها باستخدام, ممكن اقولها by using او using بس, يعني ممكن اقولك you can write stories, يمكنك ان تكتب قصص, يا اما تقولها using AI يا اما تقول by using AI, يبقى تحطها او ما تحطهاش مفيش مشكلة, هما الاتنين بيدوا معنى باستخدام او عن طريق كذا. طيب بعد كده بقول لي خد بالك ان الكلمة like اللي هي معناها يحب ديت, بيجي بعدها اولاد ثلاث حاجات, ممكن يجي بعدها اسم حاجة, وممكن يجي بعدها verb plus ing, وممكن يجي بعدها to وفعل في المصدر. حلو كده؟ تمام. الكلام ده لو جاء قبلها الفعل على طول, يعني لو جاء قبلها I, لما تقول I like هنا تقدر تجيب فعل في ing او to المصدر عادي. لكن لو جاء قبل اللايك, لو جاء قبل اللايك كلمة would, لو جاء قبلها كلمة would او الاختصار بتاع would اللي هو apostrophe, دي في الحالة دي بقول لك خد بالك ما قلتش هتعرف تستخدم الاستخدام ده خالص, يعني ما اقدرش احط بعدها ing بقى طالما جاء قبلها ايه would, كده استخدم بعدها ايه to والمصدر. حلو كده؟ يقول لك مثلا I'd like to play in a tournament, ممكن يجيب لك في الامتحان ازاي, حط لي play بين قوسين كده وقول لي صواب الخطأ, يبقى انا اخليها to play. اوكي طيب نشوف بعد كده. بقول هنا there, واللي خد بالك there بتدي معنى يوجد لما بيجي بعدها verb to be, وverb to be هنا سواء كان في الماضي
يبقى استخدم was أو where، فأقول there was أو there were، كان يوجد هنا. ولو جبت بعدها is أو are هبقى معناها يوجد في المضارع دلوقتي. يبقى هنا بعد كده بقول لي هتستخدم there وبعد كده was أو where، وتستخدم اسم يا أولاد، وبعد الاسم هتجيب فعل مضاف له ing. تعالى كده نشوف. وهنا there were ادي فيرب تو ار، lots of boys ده اللي هو بنسميه الاسم اللي هو كثير من الولاد، وبعد كده الفعل المضاف له ing. يبقى لما تقول there were lots of boys playing in two teams، كان في كثير من الولاد بيلعبهم في فريقين. try الفعل try بيجي بعده فعل مضاف له ing، فاقول لك هنا do you want to try playing، try playing يعني تحب ان تجرب اللعب with the team. الفعل watch اللي هو معناه يشاهد، وركز قوي في الحته دي. ولينا ان watch بيجي بعدها المفعول، الشيء او الشخص اللي انت بتشاهده، وبعد كده فعل في المصدر. بيقول لي لو انت جبت بعد المفعول هنا او مع watch فعل في المصدر، فانت كده بتكون شفت الحاجه كلها من اولها، من بدايتها الى نهايتها. يعني لما اقول لك مثلا the coach watched me kick the ball، كده معناها ان المدرب شافني من اول ما بدات اشوط في الكره، يعني شاف الحدث كله خلاص. لكن اولاد لو جبت بدل الفعل في المصدر ده فعل مضاف له ing، يبقى انت كده ما شفتش الحاجه كلها، ما شفتش الحدث من بدايته لنهايته، انت شفت بس جزء من الحدث. يبقى لو جبت فعل في المصدر شفت الحاجه كلها، جبت فعل في ing هنا مع watch يبقى انت كده شفت جزء من الحدث. تعالى بعد كده للفعل start. start اللي معناه يبدا. يبدا هنا بيقول لي ممكن يجي بعدها حاجتين، يا اما تجيب هنا بعد start فعل مضاف له ing، يا اما تجيب بعده to المصدر. يبقى الفعل ده يا اما يجي بعده to وفعل في المصدر، يا اما يجي بعدهم verb plus او يجي بعد start فعل plus ing. بيجي بعده الحالتين I started helping، يا اما تقولها to help، يا فعل في ing، يا اما to المصدر. out at a project in my city، يبقى بدات اساعد في المشروع في مدينتي. واخر فعل هنا اللي هو stop. stop بيجي بعده فعل مضاف له ing. I advised my brother to stop watching. stop watching اللي هو ان يقف عن او يمتنع عن الايه، مشاهده الايه، too much TV، ان هو يتوقف عن مشاهده التلفاز كثيرا. طبعا الجزء ده بتذاكر كويس اللي هم الثمان نقط دول. تعالى كده نشوف بعض الاسئله على الكلام ده. يقول لي my mom cooks food، يعني امي بتطبخ الطعام. عاوز اقول بقى مستخدمه او عن طريق الفريش فيجيتابلز، باستخدام يبقى يوزنج. دي طبعا اول نقطه وضحناها. بعد كده انا بقول لي I'll try، يعني انا سوف اجرب او احاول Chinese food. طبعا الفعل try زي ما اتذكر لك فوق هو بيجي بعده الفعل اللي مضاف له ing، يبقى استخدم ايه؟ try eating. بعد كده بقول لي there are children، يعني يوجد اطفال، وبعد كده in the park. قلنا هنستخدم هنا فعل مضاف له ing طالما جاب لي there وبعد كده verb to be وبعد كده اسم هنا زي children، قلنا بعد الاسم هتحط فعل مضاف له ing، ودي فين؟ اهي. اي يبقى there بعدها verb to be بعدين اسم وفعل مضاف له ing. بعد هنا بعد كده بقى في الصفحه اللي بعدها بيقدم لي كتاب جيم الديفينيشنز اللي هي التعريفات، وبادئ كده اولاد التعريفات بكلمه كوتش. طب التعريفات دي مهمه؟ بتجي لك في الاسئله. طب احفظها يعني؟ هقول لك لا، تفهمها، بتتفهم هنا. يعني مثلا هنا كلمه كوتش اللي هو المدرب، واللي هو someone who trains a person or team in a sport، هو الشخص الذي يمرن يدرب الشخص في الفريق in a sport في رياضه معينه، يبقى ده مين؟ المدرب. imagine اللي معناه تخيل، think about something بقول لك فكر في شيء ما، and form an idea of it وكون لي وشكل لي فكره عنه، يبقى انت كده بتتخيله. كلمه ايه؟ talented اللي هو معناها موهوب، وكلمه مهمه جدا. someone who has a natural ability، هو شخص يا اولاد بيبقى عنده مقدره وقدره طبيعيه ربنا اللي خلقه بيها. to do something well ان يفعل شيء بشكله ايه، كويس. يعني اللاعب اللي هو بنقول عليه موهوب هو ربنا خلقه موهوب، الموهبه ديت ربنا اللي مديها له يعني. طيب tiring اللي معناها متعب ومرهق، بيقول something makes you tired، هي الشيء الذي يجعلك تشعر بالارهاق. so that you want
to rest or sleep. لذلك انت في الحالة دي بتحتاج لان انت تريح او تنام. التورنمنت اللي هي البطولة بيقول لي هي a competition يعني مسابقة او منافسة. In which many players compete in many games. واللي فيها لعبة كتير قوي بتتنافس. ويتنافس يعني compete in many games في مباريات كثيرة جدا. تعال كده نشوف الجدول اللي بعد كده. بعد جدول التعريفات بيقدم لي هنا الكلمة والمرادف بتاعها. يعني الكلمة اللي تدي نفس المعنى برضو. اللي هي كلمة quiet, calm. Quiet, calm. Quiet, calm. اللي تمعنهم هادئ. Vacation, holiday. Vacation, holiday. الاثنين معناهم اجازة. طيب هنا بقى في اخر جزء اهوت في الكلمات بيديني هنا ايه بقى الكلمة وبيقول ان احنا بنحط عليها suffix معين. يعني ايه اصلا كلمة suffix ده يا ولاد؟ وخد بالك كده عشان الكلام ده انت شفتوش قبل كده. suffix ده هو اللاحقة. حروف بحطها لاخر الكلمة عشان تديني كلمة جديدة. فكلمة amaze معناها يذهل ده فعل. احط لها ng تبقى amazing. تبقى تتحول لصفة بمعنى مذهل ومدهش. excite اللي معناها يثير. طبعا بحط لها ed تبقى excited. هتبقى معناها متحمس. lead معناها يقود. لما تحط لها er بتبقى leader كاسم بمعنى قائد وزعيم. طيب دي الحروف اللي بحطها على اخر الكلمة وبنسميها suffix. لكن الكلمة الحروف اللي بنحطها على اول الكلمة اسمها prefix. والprefix هنا البادئة. زي ال im واليو ان والكلام ده. والبداية أولاد وظيفتها انها بتديني عكس المعنى. يعني مثلا كلمة possible لما بحط لها im تبقى impossible مستحيل. known يعني معروف لكن لما تقول unknown غير معروف. نشوف كده الأسئلة عشان بعد كده نشوف الدروس اللي معنا. قولي هنا number one to get the noun from the verb lead. عشان اكون الاسم من كلمة lead بحط لها ايه؟ بحط لها er عشان تتحول الى اسم بمعنى leader اللي هو القائد. To get the antonym. وكلمة antonym معناها مضاد وعكس. عشان اجيب العكس من كلمة known بنحط لها ايه في الاول؟ بنحط لها prefix ايه؟ بنحط لها un عشان تبقى unknown غير معروف. I go to Alexandria in the summer vacation. رحت او بذهب لاسكندرية كده في الاجازة الصيفية. Vacation means هنا كلمة vacation بتعني holiday. ركز بقى معايا كده. وهنا جايب ولد هيكلمنا عن نفسه وهيقول لنا ازاي قضى السمر فاكيشن بتاعته والاجازة الصيفية بتاعته. تعالى كده نشوف هنا. قول هنا هاي اي ام عمر. انا اسمي عمر. This summer was great. هذا الصيف كان رائع. عملت ايه يا عمر؟ قول I played football every day. لعبت كرة قدم كل يوم. At first في البداية كده I played with some of my neighbors in the street. يعني لعبت مع بعض جيراني في الشارع. يبقى اول حاجة واول لعب لي كرة القدم لعبه مع مين؟ مع جيرانه في الشارع. Our street is quiet and very safe. الشارع بتاعنا اولاد هادئ وامن جدا. يعني ما فيهوش عربيات ولا حاجة فبيلعبوا بايه؟ بامان. We had a lot of fun. يعني قضينا وقت ممتع كثيرا. And we liked to imagine that we were famous football players. وكنا بنتخيل ان احنا كنا لاعبي كره قدم مشهورين. كل واحد بقى يتخيل نفسه ميسي ورونالدو ومحمد صلاح وكده. Then a new boy joined in. بعد كده انضم لينا ولد جديد. الولد ده قال لي ايه؟ بيقول he told me about a football club in our area. يبقى الولد ده حكالي واخبرني عن نادي كره قدم في المنطقه بتاعتنا. طب هتعمل ايه يا ترى يا عمر؟ تعالى نشوف عمر بقى هيعمل ايه. واللي one afternoon في يوم كده بعد الظهر I decided to go to the club. قررت كده أروح النادي. There were lots of boys playing in two teams and I watched them for a while. يعني بقول لك كان في ولاد كتير بيلعبوا في فرقتين وأنا شاهدتهم لفترة زمنية قليلة. بعد كده أنا بقولي then the coach saw me and asked if I played football too. يعني المدرب شافني كده وسألني أنت لعبت كرة ولا لا. بعد كده انا بقول ايه do you want to try playing with the team. بقول له تحب تجرب كده تلعب مع الفريق. he asked سألني. طيب قال له ايه بقى؟ of course I did. قال له طبعا بالتأكيد. the coach watched me kick the ball and said I was a talented football player. شافني المدرب يا اولاد وانا بشوط الكرة وقال ان انا لاعب كرة قدم موهوب. He asked me to join the team. وطلب مني أن ألتحق وأنضم بالفريق. وبعدين
for the next 6 weeks لي خلال بقى الست اسابيع القادمه I played with my neighbors in the morning كنت بلعب مع جيراني في الصباح and then with the team at the football club in the afternoon وبلعب مع الفريق في نادي كره القدم بعد الظهر كان مقسم اليوم يعني it was very tiring الموضوع ده كان مرهق جدا but really fun لكنه كان ممتع ممتع للغايه at the end of the summer في نهايه الصيف we took part in a tournament شاركنا took part in معناه شاركنا في بطولة اللي حصل well I was nervous about it أنا كنت قلق ومتوتر بخصوص هذه المسابقة يعني والبطولة but excited ولكن كنت متحمس I tried my best and scored 3 goals يعني حاولت كده وأديت أقصى ما لدي أو قصارى جهدي وأحرزت 3 أهداف our team won the tournament والفريق بتاعنا فاز بالبطولة It was an amazing end to the summer وكانت ايه نهاية رائعة لفصل الصيف ده طبعا الكلام ده ولاد لازم يتقري كويس مهم جدا قبل ما تقرب ناحية الواجب ان انت تكون قاري الدروس كويس طيب تعالى كده يلا نكمل بعد كده هنا بقى بيدينا اللي هي الدروس طبعا الاضافية الموجودة معانا وهنا البنت دي بتقول I noticed that there were too many empty cans and chocolate bar wrappers on the streets in our city يعني بتقول ان انا لاحظت ايه يا بنتي بتقول لاحظت ان كان في كنزات كتير فارغه من بتاع البيبسي يعني علب صفيح من بتاع البيبسي وكمان شفت كمان اغلفه شوكولاته كتير موجوده في الشوارع المدينه بتاعتنا فما عجبهاش الحال last summer الصيف اللي فات I decided to do something about it بتقول أنا قررت أعمل حاجة بخصوص هذا الموضوع. I didn't want to wait for the adults to clean up our streets. بتقول أنا ما كنتش عاوزة أنتظر كبار السن والبالغون إن هم ينظفوا الشوارع بتاعتنا وأفضل أنا مستنية. عشان كده بتقول أنا أخذت بعض القرارات أهوت فبتقول لي بقى I made some posters عملت بعض الملصقات to ask young people to join my group. عشان أطلب من الشباب صغار السن الشباب يعني أن ينضموا إلى الفريق بتاعي أو المجموعة بتاعتي هتعمل مجموعة من الناس عشان ينظفوا الشوارع بتقول 4 people came to our first meeting 4 أشخاص أتوا إلى أول اجتماع لينا We picked up litter from one part of the city جمعنا كده القمامة ولمنا القمامة من جزء واحد من المدينة Put it in bags and took it to the recycling center وحطناها في كياس كده أولاد وحقائب وودناها وأخذناها إلى المركز مركز إعادة التدوير. The week after that بعد كده بأسبوع 8 people came and then after that there were 12 of us. يعني بقول لك 8 بعد كده أتوا علينا وبعد كده بقينا إيه وأصبحنا 12 شخص. The group grew and grew يعني المجموعة بتاعتي ديت ازدادت في عددها We over the vacation على مدار الأجازة and now it has 24 members ودلوقتي بقى فيها 24 عضو اللي كاتب بقى الكلام ده بنت اسمها إلسا وعايشة في مدينة اسمها سالزبرغ في استيريا واستيريا اللي هي النمسا على كده نشوف الولد التاني ده اللي هو اسمه ليون ومن مانشستر مدينة مانشستر في UK اللي هي المملكة المتحدة اللي هي United Kingdom يعني دي اختصار يا أولاد للمملكة المتحدة اللي هي بتكتب كده United Kingdom عشان تبقى عارف برضو الاختصار ده بيرمز لإيه يعني المملكة المتحدة اللي هي انجلترا يعني United Kingdom طب تعالى نشوف يلا الولد بيقول لنا إيه بيقول لنا last summer الصيف اللي فات I did something really fun يعني أنا قمت بشيء كده رائع وممتع عملت إيه يا حبيبي؟ Well I took part in a project شاركت في مشروع where young people write stories using AI في المشروع ده الشباب بيكتبوا قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي Because computers write them بسبب إن الكمبيوتر هو اللي بيكتب هذه القصص يعني We had to check to make sure that there were no mistakes in them بما ان الكمبيوتر اللي بيكتبهم يبقى لازم ان احنا نراجعهم عشان نتاكد ان ما فيهمش اي اخطاء. Before I started قبل ما ابدا الموضوع ده يعني I didn't know that لم اكن اعلم ان ايه بقى ان الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي can write really good stories وما كنتش اعرف انه يقدر الذكاء الاصطناعي يكتب قصص جيده للغايه.
You imagine that only people can write stories. انت بس متخيل ان الناس والبشر بس هم اللي يعرفوا يكتبوا ايه القصص. But AI can give a helping hand. لكن الذكاء الاصطناعي يقدر يقدم المساعدة في هذا الموضوع. I was surprised. كنت مندهش. Most of the stories I read were fine. معظم القصص اللي قرأتها اللي كتبها الذكاء الاصطناعي كانت رائعة. But sometimes I found something strange in them. ولكن أحيانا في بعض الأوقات كده كنت بجد شيء غريب فيهم. For example, على سبيل المثال وجدت إيه بقى؟ There was one story, بقولك كان في قصة كده, where the sun never sets, بتقول إن الشمس لا تغرب أبدا. وطبعا دي حاجة مش حقيقية, عشان كده بقول إيه, of course that's not possible, يعني بالطبع هذا شيء غير ممكن. So I changed that part of the story, وبالتالي أنا غيرت هذا الجزء من القصة. اللي بعد كده البنت اللي قدامنا دي بتقول لنا 2 months ago, منذ شهرين, I started helping out at a project in my city, بدأت كده أساعد في مشروع في مدينتي. In this project, في هذا المشروع, young people like me help adults who can't read and write Arabic. يعني طلبوا مني كده ان انا الشباب, يعني ان انا اعلم كبار السن او البالغون, يعني اجي على الناس اللي هي كبيره في السن, who can't read, اللي ما بيعرفش يقراوا ولا يكتبوا اللغه العربيه, واعلمهم. My partner was Mrs. عزة, اللي هتعلمها بقى اللي هي شركتها او زميلتها اللي هتقوم هي البنت دي بتعلمها, اسمها Mrs. عزة, مدام عزة. And she was very nice, وكانت لطيفه جدا. First we looked at the alphabet together, يعني بتقول ايه, القينا نظرة كده على الالفابت اللي هي الحروف الهجائية اللي هي ألف بهتة, together مع بعض. I said the sound, كنت بقول الصوت, of each letter, and Mrs. Azza repeated it, وكانت Mrs. عزة بت ايه, او مدام عزة بتردد وراي. Sometimes she nearly gave up, يعني بقول لك ايه, احيانا كده كانت تقريبا بتستسلم, يعني هي بتبقى حاسة ان الموضوع صعب, فكانت اوقات كده بتيه بتستسلم يعني. But then I said things like, ولكن وقتها بقى كنت بقول لها بعض الحاجات اللي هي عشان طبعا تشجعها, فبتقول لها ايه, You're doing really well, يعني انت بتقومي بعمل رائع جدا. Don't stop now, لا تتوقفي الآن, يعني كملي يعني. It was fun to be a teacher instead of a student, هي بتقول لنفسها من الرائع ان انت تبقى مدرس بدلا من ان تكون طالبا. مبسوطة ان هي عايشة دور ومتخيلة وعايشة جو المدرسة يعني. Especially when I asked her, تحديدا كانت بتبقى مبسوطة قوي لما هي بتسأل مدام عزة وبتقول لها, Did you do your homework this week? تعملت واجبك هذا الأسبوع؟ عايشة بقى دور المدرسة. Or what did you learn yesterday? ولما كنت بسألها برضو وأقول لها, ماذا تعلمت بالأمس؟ It was great to help Mrs. Azza learn something new. وبقول لك إن هو كان من الرائع إن أنت ان انا طبعا اساعد مسز عزة دي او مدام عزة ان تتعلم شيئا جديدا. طبعا خد بالك كده من كلمة مس هنا اللي هي معناها طبعا استاذة برضو, ومسز. ايه الاختلاف هنا؟ الاختلاف اولاد ان ديت مسز كده, ودي تطلق على السيدة المتزوجة, خلاص المتزوجة, لكن دي تطلق على السيدة اللي انت لا عارف هي متزوجة ولا مش متزوجة, فبتتقال عادي على الاثنين. لكن هنا اللي قدامنا ديت اللي تتنطق مز, تتنطق كده مز, ودي تطلق على الغير متزوجة, يبقى خد بالك كده من استخداماتهم. الجزء بقى اللي قدامنا ده بالنسبة للأسئلة اللي بيقدمها لنا كتاب جم, وبيقدم لنا مجموعة كويسة جدا 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 من الأسئلة المهمة, وطبعا بيدينا مجموعة هو زي ما انت شايف كده صفحتين من الأسئلة, وده حاجة كويسة جدا على فكرة ان هو يقدم لك أسئلة كتير, ده هيخليك تتعامل مع الأسئلة بشكل مختلف, فبالتالي لما تيجي قدام الامتحان تقدر تحل أي سؤال. طيب إيه بقى اللي قدامنا ده بطل؟ اللي قدامنا ده شرح الماضي البسيط. تعالى يلا بينا كده بقى ننتقل على جزء تاني الفيديو, وأقدم لك شرح الماضي البسيط بأسهل الطرق. وما تنساش لو لسه بتتابعنا لحد دلوقتي تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا, وتفعل زر الجرس وعمل شير كتير للفيديو عشان توصلوا قناتنا لمزيد من الطلبة. يلا بينا. اول حاجه كده العنوان بتاع الدرس عشان لو انت عاوز تنقل حتى ورايا الشرح, هيبقى اسمه ايه, The Past Simple Tense, زمن الماضي البسيط.
اول حاجه كده لازم تبقى فاهم ان كل زمن من ازمنه الانجليش ليه استخدام وليه تكوين في الجمله المثبته وتكوين في الجمله المنفيه وتكوين للسؤال وكلمات داله وهكذا. فتعالى ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه كده الاستخدام. هستخدمه في ايه الزمن ده؟ ركز معايا. بستخدم اللي هو الزمن ده عشان يا اولاد اوصف او وصف شيء حدث وانتهى في الماضي، حاجة خلاص انتهت تماما ما عادش لها اي علاقة بالوقت اللي احنا عايشينه. وصف شيء حدث وانتهى في الماضي. طب ما تيجي كده وريني يعني ايه حدث بدأ وانتهى في الماضي. هوريك بالمثال، ركز معايا. اقول لك مثلا ايه، احمد عمل ايه؟ احمد بقى cleaned his room yesterday. يبقى احمد نظف غرفته واوضته امبارح. طبعا هنا الشيء اللي احنا بنتكلم عنه انتهى في الماضي، خلاص هو نظفها خلاص في الماضي، تمام؟ وبالتالي ده وصف هو شيء او حدث انتهى في الماضي. جميل، ده اول حاجه. الحاجة التانية يا شطار من استخدامات الماضي واللي هو اصلا بيدهلنا السنة دي، ان هو بيقول لي ايه وصف عادات الماضي، يعني حاجة انت كنت متعود تعملها في الماضي. وهنا بقى نقدر، وخد بالك من الحتة دي قوي عشان ده مهمة، نقدر نستخدم ظروف التكرار. هتقول لي ايه هي ظروف التكرار؟ لما اكتبها لك دلوقتي هتعرف ايه هي ظروف التكرار. ظروف التكرار اللي اقصدها اللي هي always ومعناها دائما، usually ومعناها عادة. هتقول لي ايه ده؟ هو مش دي بتيجي مع المضارع البسيط؟ هي هتيجي مع الماضي برضه؟ هقول لك اه. يبقى ظروف التكرار دي ممكن اوصف بيها عادة انا متعود اعملها دلوقتي، زي مثلا انا بصحى كل يوم الصبح بدري، يبقى هنا استخدمها مع المضارع البسيط. لكن لو انت عايز توصف لي حاجه انت كنت بتعملها في الماضي، تمام، وكنت دائم فعلها، يعني كنت بتعمل حاجه ديت بشكل دائم كده لفتره مثلا من الزمن، فاقدر استخدمها برضه لوصف عادات الماضي، تمام، واستخدمها في الماضي البسيط اللي هي كلمه يجول عاده. عندنا كمان often يعني غالبا، وعندنا كمان اللي هي sometimes احيانا، وكمان عندنا اللي هي never يعني ابدا. هل ضيف عليهم مين كمان؟ كلمة every، وكذلك لان every مش من ظروف التكرار لكنها من ضمن الكلمات اللي بتستخدم مع المضارع البسيط، ولكن اقدر استخدمها مع الماضي برضو، ومعناها يا شطار كل، طبعا every day every week وهكذا. طيب وريني كده، انت بتقول ان انا ممكن استخدمها لوصف عادات الماضي وبستخدمها هنا مع ظروف التكرار، طب ما توريني كده مثال بقى عشان اتاكد من الكلام ده. اهو اقول لك مثلا ايه، I played، ودي قابلناها في الدرس ساعه ما قال ايه بقى، I played football with my neighbors. انا لعبت كرة قدم، كورة ثانية واحدة، لعبت ايه with my neighbors. بقيت الجملة بقى ايه، every day. انا استخدمت every day اهوت مع الماضي البسيط. يبقى فعلا كده انا اقدر استخدم ظروف التكرار عشان اشير الى حاجه انا كنت دائم فعلها في الماضي، كنت بعملها بشكل دائم في الماضي. هي بقى هنا بيقول لي انا لعبت كره قدم مع جيراني كل يوم، حاجه كانت بتحصل في الماضي كل يوم. ده بالنسبه للاستخدام. طب ما تيجي كده بقى نتكلم على ازاي اكون جمله مثبته في الماضي. ركز بقى معايا، دي النقطه الثانيه. او قبل ما نشوف تكوين الجمله المثبته تعالى كده نشوف الفعل الماضي عامل ازاي. هنشوف الفعل الماضي بيبقى شكله عامل ازاي.
الفعل الماضي. الفعل الماضي يا شطار بنقسمه الى حاجتين شكلين. طبعا عندنا فعل ماضي اسمه فعل منتظم اللي هو regular، وعندنا افعال غير منتظمه اللي هي irregular، غير منتظمه يوم منتظم وغير منتظم. الافعال المنتظمه ايه حكايتها؟ الافعال المنتظمه دي احنا بنضيف لها دي او اي دي او اي اي دي عشان احولها من مضارع الى ماضي. لكن الافعال اللي هي الغير منتظمه تحفظ كما هي، بتحفظ زي ما بتيجي في قلب الكتب. طب ما تيجي اوريك امثله بقى ونعرف امتى احط الدي وامتى احط اي دي وامتى احط اي اي دي. تعال كده نشوف يلا في الصفحه اللي بعدها. اول حاجه كده امتى اضيف للفعل دي؟ بنضيف للفعل دي امتى؟ ركز معايا. واللي هنضيف الدي ديت اذا كان الفعل منتهي بالاي. لو كان الفعل اخره اي هنضيف له ايه؟ دي بس. زي مين؟ زي لايك، زي بيك، زي مثلا انفايت، يدعو. تعالى كده نبص بصه سريعه كده الافعال ديت، هتلاقي التلات افعال اخرهم ايه؟ اي. يبقى هنا لما تيجي تحولهم للماضي هنحط حرف الدي فقط، فتبقى liked baked invited، ضفنا حرف دي بس. طيب تعالى كده نشوف امتى احط للفعل اي اي دي. ركز معايا بقى عشان دي مهمه. هتحط للفعل النهايه ديت لو كان اخره اذا كان اخر الفعل واي، يكون اخر الفعل اشتر واي بس كده. لا ده في شرط مهم قوي، بيقول لك ايه؟ وقبله كونسوننت ساكن، لازم يكون قبله ساكن. هتعمل ايه ساعتها؟ بيقول لك ايه؟ بنحول او بنحذف، ما نقولش بقى نحول مثلا ولا حاجه، نقول ايه؟ بنحذف الواي، هنشيل الواي دي خالص من الكلمه ونضع اي اي دي. لما تيجي كده نشوف مثال اللي هيوضح اكتر. تعالى كده نبص مثلا على الفيرب ستادي، وكذلك مثلا الفيرب كراي. تعالى كده نبص على الفعلين دول. لو جيت تبص على الفعل ده والفعل ده هتلاقي ان ده اخر واي وده اخر واي. هنا قبله دي وده ساكن، الدي ساكن، والواي هنا قبلها ار وبرده الار ساكن. في الحاله دي لما تيجي تجيبها في الماضي بنعمل ايه؟ بنحذف الواي ونحط اي اي دي. يبقى الماضي منها يبقى بالمنظر ده كده. ولا هنشيل الواي احط اي دي يبقى ستادد، واشيل هنا الواي احط اي دي تبقى كرايد. طيب ركز معايا في اللي جاي دي، شوف بقى هيقول لك هنا ولكن اذا كان، خد بالك من الحته دي، اذا كان قبل الواي، لو في قبل الواي متحرك، هتقول لي ايه هم المتحركين؟ هقول لك حاجه من الخمسه دول A E I O U. لو الواي قبلها حاجه من دول بقول لك اوعى تحذف الواي، خلاص؟ يبقى لا نحذف الواي ولكن نضع ايدي بس. هنحط ساعتها ايدي فقط لكن مش هنقرب ناحيه الواي ابدا. لما تيجي تديني كده مثال، بص كده على الفيرب enjoy والverb play. تعالى كده نشوف حكايتهم. لو جيت تبص على الفعلين دول هتلاقي فعلا الاثنين اخرهم واي، بس ايه اللي قبل الواي هنا؟ هنا او متحرك، هنا اي متحرك، يبقى هنا ما تقدرش تحذف الواي. هنا كل اللي احنا نعمله هنحط بس اي دي، تبقى enjoyed ودي تبقى played. طيب اخر حاله في الافعال اللي هي المنتظمه، واللي خد بالك بقى منها بقى، قولي لو اخر الفعل ساكن، حلو كده، يكون اخره حرف ساكن او صوت ساكن، وقبله فاول واحد متحرك واحد بس. ايوه ساعتها هنعمل ايه يعني؟ قولي بنكرر اخر صوت، هنكرر اخر حرف ونضع اي دي. لما توريني المثال هيؤكد ويوضح الكلام بتاعك. عندي مثلا فعل زي الفعل stop،
تعالى كده نشرحها على stop. هنا الفيرب ده اخره p والp ده ساكن، وقبل الp في متحرك واحد اللي هو ال او، ولما تيجي تجيب فيرب زي ده في الماضي هنكرر الp كمان مره وبعد كده بنحط الاي دي. حلو كده؟ كده انا شرحت لك كل حالات الفعل اللي هو المنتظم، لكن تعالى كده نشوف بقى في الصح اللي جايه الفعل غير منتظم عامل ازاي. الفعل بقى اللي هو الغير منتظم، الفعل الغير منتظم ده متعب شويه. متعب شويه ليه؟ لان احنا بنحتاج نحفظ تصرفاته زي ما بتيجي في الكتاب. من ضمن مثلا الامثله عندنا مثلا الفيرب اللي هو go ماضي مين went، وفي بعض الافعال يا اولاد بتلاقي الاثنين زي بعض زي الفعل مثلا cut الماضي منها cut، وفي بعض الافعال زي مثلا الفعل read تلاقي نطق المضارع غير الماضي رغم انه نفس الشكل بالظبط. يعني هنا بنطق read وهنا بنطق read. كل دي افعال بنقول عليها افعال غير منتظمه. ليه؟ لان ما بحطش فيها لا دي ولا اي دي ولا اي اي دي. انت كده عرفت شكل الفعل الماضي. هنا بقى تقدر تكون جمله مثبته. يبقى اللي هناخده دلوقتي هو تكوين الجمله المثبته. ركز ده معايا. هنبدا الجمله بالسبجكت الفاعل، وبعد الفاعل هنحط فعل ماضي. هتقول لي منتظم او غير منتظم، اقول لك اي حاجه مش هيفرق. وبعد كده الاوبجكت اللي احنا بنقول عليه باقي الجمله او المفعول. تعالى كده نعمل جمله كده على الكلام ده. هقول لك مثلا وليكن هي فعل ماضي مثلا زي went، وبعد كده باقي الجمله بقى هو ذهب. ذهب فين؟ هي went to Alexandria. هو ذهب الى اسكندريه. عاوز تكمل وتحط ظرف زمني في الجمله مثلا، ممكن اقول لك مثلا ايه yesterday، يبقى هو ذهب الى اسكندريه امبارح. طيب لو انا هكون جمله مثبته منفيه بقى، ركز معايا كده. اهو تكوين الجمله المنفيه. تكوين الجمله المنفيه برضو هنبدا بمين؟ بالسبجكت الفعل. لكن هنا بقى احنا عاوزين ننفي، يبقى ننفي بمين؟ ب didn't. ولكن didn't بتتبع بالفعل في المصدر، تمام؟ وبعد كده بتكمل وتحط باقي الجمله. ما تيجي ننفي الجمله اللي فوق دي، هنبدا هنا بمين؟ بهي. اه. وهنفي ب didn't. بس انت قلت لي ان didn't بيجي بعدها فعل في المصدر، يعني ما اقدرش احط بعد didn't فعل ماضي، ما اقدرش اقول didn't went. هرجع went الى المصدر اللي هو مين؟ go. يبقى he didn't go. وبعد كده بكمل بقى to Alexandria yesterday، هو لم يذهب الى اسكندريه امبارح، واحط بقى الظرف الزمني في الاخر عادي اللي هو yesterday. يبقى انت كده عرفت ازاي هتكون جمله مثبته وازاي بنكون جمله منفيه باستخدام didn't. طيب ازاي اكون سؤال؟ بس السؤال هنا يا اولاد هيكون اللي بادئ بديد. ايه ده، هو في سؤال بادئ بديد وسؤال بادئ بحاجه ثانيه؟ اه. سؤال بادئ بديد ده هيجاوب عليه بيس او نو، لكن السؤال الثاني هيبقى بادئ بكلمه استفهام زي وات وير وكده. تعالى كده نشوف مثلا تكوينه. بيقول انت هنا في النوع ده من السؤال هتبدا بديد اللي معناها هل. معناها ايه؟ هل. هتحط بعدها السبجكت اللي هو زي يو، زي هي، زي شي. وبعد كده هستخدم الانفينيتيف الفعل في المصدر. ليه برضه هستخدم مصدر هنا زي ما جبته بعد didn't؟ عشان برضه did بيجي بعدها المصدر. وبعد كده باقي السؤال. تعالى كده نشوف مثال للكلام ده. هقول لك مثلا did you، did you، وبعد كده اي فعل مثلا زي write، وبعد كده باقي الجمله او باقي السؤال. did you write the homework، did you write the homework. هل انت كتبت الواجب؟ لو انت كتبته يبقى هتجاوب يس، ما كتبتوش هتجاوب بنو. لو انا هجاوب يس يبقى اقول لك ايه؟ يس اي، هحول ديت عليا يبقى يس اي، واستخدم ديد. يس اي ديد. ما كتبتوش يبقى اقول لك ايه؟ نو اي ديدنت.
ده لو انا ما عملتش الحاجة دي. طيب ما تيجي دلوقتي بقى نشوف ازاي اكون السؤال التاني اللي هو السؤال بكلمة استفهام. هنا هيبقى ترتيب السؤال على النحو التالي، هتبدأ الأول بكلمة الاستفهام بتاعتك سواء what, how, where, when، ومهم جدا تبقى عارف وحافظ كلمات الاستفهام بتاعتك. بعد كده الفعل المساعد بتاعك اللي هو هيكون مين؟ did. وبعد كده السبجكت الفاعل، وطالما في did في السؤال يبقى استخدم الفعل المصدر. يبقى أنا كده بستخدم الفعل الماضي إمتى؟ في الجملة المثبتة، لكن ما بستخدموش في النفي عشان في didn't، ولا بستخدمه في السؤال عشان في did. وبعد كده يا أولاد باقي السؤال، تعالى كده نكون مثال where أين، وبعد كده did، وبعد كده الفاعل you، وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو go، وبعد كده مثلا last week. يبقى أنا بقول له أين ذهبت الأسبوع الماضي، where did you go last week. طيب انت قلت لي ان كل زمن من الازمنه ليه كلمات داله، تعالى كده نشوف كلمات داله على الماضي البسيط. ايه الكلمات اللي لما بشوفها في الجمله بعرف ان الجمله ديت ماضي بسيط؟ تعالى كده نشوفهم ونفتكرهم مع بعض. اللي هي اول حاجه عندنا yesterday، وديت يا اما بتحطها في اخر الجمله يا اما ممكن احطها في اول الجمله وبحط بعدها كما على السطر اللي هي الفصل على السطر دي، ودي معناها يا اولاد معناها امس. عندنا لاست او لاست، تقولها لاست او لاست، معناها ايه؟ معناها الماضي. بيجي بعدها كلمات كتير جدا، زي مثلا لما تيجي تقول لاست ويك الاسبوع اللي فات، ممكن اقول لك لاست ويك اند عطله الاسبوع الماضيه، ممكن اقول لك last summer الصيف الماضي، وهكذا بيجي بعدها كلام كتير جدا. يبقى last معناها الماضي، تمام؟ وطبعا ما ينفعش ان انا اختم بها الجمله، ما ينفعش احطها في الاخر، يا اما بتحطها قبل الكلمه الاخيره كده فتقولها last week I went to Alexandria last week، يا اما تقول last week في الاول وتحط برضو بعدها كما زي yesterday، طالما هتحط في الاول فتقولها last week I went to Alexandria. طيب تعالى الكلمه مشهوره جدا وهي كلمه ايه؟ ago. وago ديت اللي حكايه. الأول معناها إيه أجو؟ معناها منذ. طيب إيه حكايتها؟ حكايتها إن هي بتيجي في آخر الجملة، حلو كده؟ وبيجي قبلها مدة زمنية، لازم يجي قبلها مدة زمنية، زي مثلا لما تقول an hour ago يعني منذ ساعة، three days ago منذ ثلاثة أيام، فهمناها كده؟ يبقى لازم يجي قبلها مدة زمنية. طيب ايه بقى الكلمات طبعا اللي بتيجي في الماضي؟ عندك بقى كلمات كتير تانية زي مثلا this morning. this morning معناها هذا الصباح، اقول لك I met احمد this morning يعني انا قابلت احمد هذا الصباح، فالكلمة دي كلمة دالة على الماضي. من ضمن برضو حاجات بتيجي مع الماضي يا اولاد اللي هو ان وبعدها سنة ماضية، سنة فاتت، زي ايه؟ زي لما تيجي مثلا تقول لي ان 1997، ده سنة فاتت، حط قبلها ايه؟ ان، وتبقى الجملة ساعتها في الماضي. وعندك بقى حاجات تانية مثلا زي التعبير ده اللي هو يجي يقول لك ايه؟ in the past في الماضي، وعندنا كمان كلمة once. once دي معناها ذات مرة. كل دي تعبيرات ساعة ما بشوفها في الجملة بقول ان الجملة ديت جملة في الماضي. طيب هتفيدني في حاجة الكلام ده لما اكون عارف ان الكلمات دي تبع الماضي؟ تفيدك. يعني مثلا لو جاب لك سؤال زي ده وقال لك مثلا ايه I، واللي هنا buy a car last month، واللي اعدل وصوب الخطأ هنا اللي هو كلمة buy، لما تيجي تبص على الجملة هتلاقي فيها كلمة ايه؟ لاست. ولاست من علامات الماضي، الشهر الماضي، يبقى انا اكيد هنا اشتريت، يبقى الكلام هنا في الماضي احول باي الى ماضيها اللي هو بوت. فهمنا فايده الكلمات الداله ايه؟ بتعرفني زمن الجمله.
طيب اخر حاجه بقى معانا في الماضي عشان نقدر بقى بعد كده نحل اي سؤال مفيش اي حاجه تقف قدامنا، وهو verb to be in the past. verb to be in the past حاجتين في الماضي، هيبقى يا اما was يا اما were. حلو. ولو انت عاوز تستخدمهم منفيين فبتنفي was ب wasn't وتنفي were ب weren't. طيب هي was دي بتيجي قبلها ايه؟ was دي بتيجي قبلها ضمائر زي I he she it، وضيف عليهم الاسم المفرد، كل ده يجي مع was. طيب where بيجي معاها you they we، وضيف عليهم الاسم الجمع. طيب was where معناهم كان. خلاص. طيب ايه الحاجات اللي تخليني في الجملة بدل ما انفي ب didn't انفي ب wasn't we weren't؟ لما ما يكونش عندك فعل في المصدر، لان طبعا didn't قلنا وdid والحاجات ديت بستخدم معاه فعل في المصدر، لكن ركز معايا كده، بستخدم verb to be في الماضي اذا كان عندي في الجملة صفة، لو ما عنديش فعل بقى في المصدر وعندي مين؟ صفة، او عندي noun اسم، او عندي حرف جر زائد مكان. طب ما توريني مثال كده يخليني افهم الكلام ده اكتر. تعالى وانا اوريك المثال. هنا مثلا اقول لك ايه؟ he at home last night. تفتكر هنا نستخدم didn't ولا wasn't؟ تعالى كده وركز معايا. لو جيت تبص هنا didn't ما تنفعش. ليه didn't ما ينفعش استخدمها؟ اقول لك عشان didn't لازم أن يجي بعدها فعل في المصدر. يعني اقول لك مثلا he didn't play he didn't eat، لكن ده انت عندك بعد النقط هنا حرف جر ومكان، وانت قلت لي ان حرف الجر والمكان من ضمن الاستخدامات بتاعت verb to be في الماضي طالما في الاصل، يبقى استخدم هنا يا اولاد wasn't. فقول he wasn't at home last night، ولم يكن في البيت ليله امس.